Alors, rien comme un fichier Excel composé de quatre colonnes, email, nom, prénom ou l'URL. كل واحد فيكم غادي يقلب على لو نوم ديالو، prénom، email الموافق ليه. أول حاجة باغ اكزومبل لقيتي نتايا لو نون ديالك مثلا هو هذا، ياك غنمشيو لهاد لي يوغيل، غادي نديرو ليها كوبي، سي بون فوالا. غنمشي نافيغاتور وغادي ندير ليها كولي، فوالا اونتري. غادي يقولك انشئ كلمة المرور، هنا غدير بالماجيسكول سي كي بي اروباس 2021 او لا اي مود باس بغيتي، هذا غير مثال تأكيد. تسجيل مرة اخرى، فوالا دخلت. كتحدد اللغة اللي بغيتي تعلمها، غالبا الفرنسية مثلا. تأكيد كيقول لك اش من فرنسية بغيتي، واش بغيتي تقدم في اللغة ثقافة فرنسية اللي عندها العلاقة بالدراسة والعمل، او لا الفرنسية للحياة اليومية، اشنو بغيتي انت؟ مثلا حنا بغينا الدراسة والعمل الفرنسي اللي غادي نخدم بها مستقبلا. تأكيد كتجي هنايا كيقول لك اودي اش من قطاع بغيتيه في العمل باش يعلموك الفرنسية اللي عندها بهذاك الشيء التخصص ديالك انت. اوكي هذه هي الفكرة. هنايا مثلا بار اكزومبل شي واحد في المجال الصناعي، يعني غيختار الصناعة والتصنيع، فوالا. غادي نهبط لتحت غندير تأكيد. اوكي هنا اما غادي دوز تيست باش هما يعطيوك المستوى ديالك، كتكليكي على اجب عن الاختبار اللغوي وكتبع، او لا كتقول لهم انا عارف المستوى ديالي، مثلا عارف المستوى ديالك، كتكليكي على هذاك المستوى مثلا هو هذا اللي عارفه انت، ما عارفش غدير داك البوطون الاخر. تأكيد هما دابا يقومون بانشاء واحد البرنامج خاص بالمستوى ديالك انت. ها هي المستويات هنايا مرتبه، سي بون، وكتبقى غادي وكتبع مستوى بمستوى، فيما كتدوز من هذا المستوى المستوى الموالي كيعطوك واحد الشهاده، وهذيك الشهاده يعني مصادق عليها ومعترف بها، وممكن تزيدها في السيفي، يعني في السيره الذاتيه ديالك. والله يوفق الجميع.